طيب عايزين نتكلم على الترجي، بيستعد ازاي؟ ابرز لاعبيه، تشكيله لقاء العوده، التعليق برضو الرياضي مهم جدا في مثل هذه المباريات الكبيره، واحنا النهارده موعدنا مع معلق رياضي كبير جدا كان ليه صولات وجولات في التعليق الرياضي، وما ننساش تعليقه حتى على مباراه الاهلي والصفاقسي في رادس، اول نهائي دوري ابطال اتلعب في استاد رادس، والهدف الشهير اللي احرزه محمد ابو تريكه في اللحظات الاخيره ومن خلاله توج الاهلي بدوري ابطال افريقيا. ليه صولات وجولات في التعليق على العديد من المباريات الافريقيه والمحليه. تعالوا نشوف معانا مين النهارده، لان معانا النهارده ضيف كبير جدا ومهم جدا، المعلق التونسي الشهير الكابتن رؤوف خليف. كابتن رؤوف يعيش اخويا، سعداء بوجودك معانا من خلال شاشه قناه الاهلي. الله يسعدك، ايش المقدمه الجميله هذه التي قدمتها لي؟ طبعا اشكرك، كل الشكر لك كابتن محمد، لمتابعينا اينما كانوا، وان شاء الله نقضي معا وقت طيب وسعيد. صوتك وحشنا في المباريات الافريقيه، وكانت مباريات ممتعه واحداث تاريخيه. لو تتذكر كده معايا كابتن رؤوف، احلى واجمل مباراه علقت عليها للنادي الاهلي في السنوات السابقه. أكيد أنت لمحت عليها في بداية التقديم، كانت النهائي الشهير في ملعب رادس بين الأهلي والنادي رادس فاقسي، وكان اللقب يعني تقريبا قبل 10 ثواني لصالح الصفاقسي التونسي. لكن لما يكون عندك نجم باسم محمد واللقب أبو تريكة، يعني التاريخ يتغير والجغرافيا تتغير، وبالتالي جاء الهدف القاتل في أوقات قاتلة. وكنت قلت أنا ذاك في التعليق هدف قاتل على الكرة التونسية، وتوج الأهلي في قلب رادس. صحيح. طيب من خلال متابعتك للمباريات الإفريقية ولقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل السلبي 0-0، كيف ترى لقاء العودة وحظوظ الفريقين على المستوى الفني؟ أكيد يعني لاحظنا ندية كبيرة بين الفريقين في مباراة الذهاب، والأكيد أكثر أنه عامل الأرض والجمهور كان لصالح الترجي. نحن نعرف أنه الأهلي لما يلعب في ملعب القاهرة يعني 70,000 ضامنين موجودين، قوة جماهيرية كبيرة، الفريقان يتمتعان بشعبية كبيرة. مباراة الذهاب كانت بحسابات تكتيكية كبيرة بين المدربين، ونحن نعرف في تونس هنا أن كاردوزو مدرب دفاعي قبل أن يكون هجومي، وبالتالي كان يعني متكتل بقوة دفاعية لا يقبل أهداف، مثل ما تابعنا أمام سان داونز وأمام أساك ميموزا الإيفواري، وبالتالي يعني ماضي في تأمين الدفاع قبل الهجوم. لكن هل هذا كافي لأنه ينجح الترجي يفوز باللقب من قلب القاهرة الدولي؟ أنا أقول صعب طبعا، لكن ليس مستحيل. الأمور التكتيكية تبقى قوية بين المدرب كولر وكاردوزو. الأهلي الآن مطالب بصنع لعب على عكس ما قدمه في مباراة الذهاب، ربما أقول أنه خطط للتعادل قبل أن يخطط للفوز في رادس بالذات، نال المبتغى، عاد بتعادل ثمين لم يقبل فيه الأهداف. تبقى الأمور مفتوحة على كل التوقعات، لكن أقولها ثاني وثالث، الأهلي مطالب بصنع اللعب، وبالتالي قد يكون هنالك مساحات في دفاعات الأهلي قد يستغلها الترجي كأحسن ما يكون. طيب فريق الترجي يمكن في دوري أبطال إفريقيا هذا العام كان الأداء مختلف في مرحلة عن مرحلة أخرى، يعني مع الكابتن طارق ثابت الأداء ما كانش جيد رغم نفس العناصر اللي موجودة حاليا مع ميجيل كاردوزو، مع ذلك النتائج تغيرت وأصبح المدرب البرتغالي لفريق الترجي بيستطيع اللعب على الأدوار الإقصائية. هل ترى مباراة أسيك ميموزا ومباراة سان داونز، هل مقياس نقدر نقارن بيه لما يواجه الأهلي، ولا مباراة الأهلي لها حسابات تانية ووضع مختلف؟ لا لا لا، شوف يعني كل إفريقيا كوم، والأهلي مصري كوم وحده لحاله. أنا دائما أقول أنه الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا، الكاريزما والخبرة والهيبة والوقار، يعني الفانيلا هذه الحمراء لها وزنها، لها قيمتها في مثل المواعيد الكبرى في الأدوار النهائية. الأهلي يعني يلعب في الأيام القادمة، يلعب 5 نهائي متتالي، هذا ليس بالسهل. 11 لقب فوق الميدان، 119 لقب في مسيرة النادي، 25 لقب قاري على بعد 4 ألقاب من ألقاب ريال مدريد القارية، يعني أرقام هستيرية فلكية غير قابلة للمقارنات مع كل الأندية الإفريقية باحترامي الشديد لهم. الأهلي موضوع ثاني، يعني كيفية التعامل معه صعب، أنك أن تكون في نهائي وتفتك اللقب من الأهلي. لكن احنا شفنا ليس بالمستحيل، النجم الساحلي في 2007 خطف اللقب من قلب القاهرة الدولي بتشكيلة أهلاوية يعني أكثر من مثالية، بنجوم كبار وتاريخيين. الكرة ليست بعلوم صحيحة، الترجي يعرف صعوبة المهمة،
لكن ربما بعقليه الالمان لا شيء مستحيل. لكن انا قلت لك انا للامانه يعني عامل الارض والجمهور يعطيك الشحن المعنوي اللازم للفوز. انا لو اضع يعني نسبه التتويج بين الاهلي والترجي نقول 60% للاهلي و40% للترجي. طيب مين اللاعب اللي ممكن يكون عنصر هام جدا لكل فريق؟ يعني مين في الاهلي ومين في الترجي مع الوضع في الاعتبار غياب معلول كمان مع الاهلي؟ في الاهلي لا نقاش فيه ولا يقبل اي مناقشه، المايسترو امام عاشور. يعني احنا شفناه في ملعب رادس، في ملعب حمادي العقربي، رغم ان الاداء الاهلاوي كان متوجه دفاعيا قبل ان يكون هجوميا، لكن امام عاشور بموهبته بفنياته بسرعته ابهر الجميع، وكان دائما في الهجمات الخطيره والتسديدات من بعيد، تحرك في كل ارجاء الملعب. يعني للامانه يعني امام مستقبله كبير، يعني انا اقول نجم مصري قابل للتصدير في اكبر الانديه الاوروبيه، وهذا سوف يتاكد في قادم الايام، واسمعوا الكلام هذا مني، يعني امام فلته زمنيه في قادمه على الكره المصريه والعربيه. اتوقع انه سيكون هو نجم اللقاء لو الترجي ما يعمل له الف حساب على مستوى المراقبه في وسط الميدان، خاصه من اولو اللاعب الارتكاز في الترجي، لانه لو تترك الحريه لامام عاشور احنا زي ما تقولون سوف يبهدل الجميع يعني. وبالتالي من انذر فقد اعذر. من جانب الترجي دائما في النزعه الهجوميه يبقى رهين البرازيلي يان ساس. يان ساس هو العقل المدبر للكره الاخيره باتجاه رودريجو رودريغيز الهداف لفريق الترجي. اذا كان الاهلي كذلك على مستوى وسط الميدان، ان كان مروان عطيه او اكرم توفيق يقوم بالتغذيه اللازمه امام يان ساس ولا يتركه يبني الهجمات، ستصعب الامور على الترجي، لانه الترجي سيكون منشغل بالتوقف في الدفاع قبل ان يفكر في الهجوم. وهذه مفاتيح لعب بايدي كولر كذلك بايدي كاردوزو، وتبقى دائما حقيقه الميدان ولغه الاقدام. اختم معاك بحاجه بقى مهمه جدا ليها علاقه بالتعليق الرياضي، واحنا كنا دايما بنستمتع بيك في المباريات الافريقيه، خاصه لمباريات منتخبنا او حتى لمباريات الاهلي. لما بيكون عندك مباراه للنادي الاهلي تحديدا بتقعد تحضر لها من امتى؟ وهل بتبقى في جمل ثابته؟ والله صدقني كابتن محمد، يعني تحضير المعلق المحترف والذي يحترم يعني رضاء المشاهدين، تحذير مثل ما يحضر اللاعب والمدرب، يعني تحذير على بدري، كل صغيرة وكبيرة شيء من أشياء وأشياء من شيء، لأنه المعلق قبل أن يكون يعني معلق وواصف، هو لابد أن يكون فاهم للتحكيم وفاهم لخطط التكتيك وفاهم للفنيات، وما لا نقول أنه يشترط أن يكون لاعب قديم، لكن على الأقل أنه فني ويفهم في الكورة، وبالتالي المنظومة كلها تكون في صالح المشاهد. هذا ما أتمناه عند كل معلق، أنه لما يجهز لأي مباراة تكون عادية، لكن في استثناءات التحضير مثل الأهلي المصري من الأندية أو الهلال السعودي أو الترجي التونسي، يعني هذه أندية كبيرة جدا لابد بشعبية جارفة أن تكون ملم بكل خفاياها وكواليسها حتى تقدم الصورة الرائعة للمشاهد الكريم. في لمسات جمالية كده في تعليق رؤوف خليف، الشارع الرياضي المصري دايما ملمسة معاه هذه الجمل، يوزع كرة خطرة. الكلمات دي لما بتقابل الجمهور في الشارع بيفكروك بيها وبيتعايشوا معاك في التفاصيل دي؟ أنا والله العظيم أقول لك بكل أمانة بدون رمي ورود، أنا فقدت هويتي كاسم رؤوف ولقب خليف في المدن المصرية، في ميدان التحرير، في القاهرة، في مصر الجديدة، يعني لم يعد ينادوك يا كابتن رؤوف. أينما ترت وحليت في أي مكان تسمع إلا كلمة يوزع، فأنت تلتفت طبعا تلقائيا وتعرف أنه هذا عاشق يعني لتعليق رؤوف خليف، وأحييه كل التحية. احنا سعداء بوجود حضرتك وبشكرك بالتأكيد على مشاركتك معنا قبل لقاء هام يوم السبت المقبل بإذن الله.